إذن لنبدأ على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الثالث ثانوي الأدبي والعلمي إلى درسنا المتجدد، إلى لقائنا المتجدد في مادة اللغة الإنجليزية عبر مبادرة مسارات. طلاب الأعزاء، في اللقاء الماضي بدأنا بزمن البريزنت سيمبل تينس، زمن الحاضر البسيط. قلنا بأن زمن الحاضر البسيط له استخدام وصيغة، أيضا نفي واستفهام ومن ثم دلالات. كل زمن سندرس فيه هذه الأشياء أو هذه الأمور الخمسة، وهي الاستخدام، أي متى نستخدمه، متى نستخدم الحاضر البسيط مثلا، وأيضا صيغة زمن الحاضر البسيط، مما يتألف زمن الحاضر البسيط، ومن ثم النفي، طريقة نفي جملة في زمن الحاضر البسيط، أيضا الاستفهام، كيفية تحويل جملة إلى سؤال، وأخيرا الدلالات أو الظروف أو الكلمات الدالة على هذا الزمن. في كل زمن سندرس هذه الأشياء إن شاء الله تعالى. حتى أطلق عليك الآن. الدرس الماضي بدأنا بالبريزنت سيمبل تنس، بزمن الحاضر البسيط، وأخذنا الاستخدام، متى نستخدم، مراجعة سريعة، متى نستخدم زمن الحاضر البسيط؟ نعم نعم يا نور. أستاذ، الحديث عن أعمال تكراري أو اعتيادي وروتي أو روتيني، والحديث عن حقائق علمي وحقائق عامة. تماما، إذا الحاضر البسيط يستخدم للحديث عن حقائق علمية أو حقائق عامة، وأيضا للحديث عن أعمال اعتيادية أو روتينية. إسلام، لو سمحت مثال جملة تحتوي على صيغة زمن الحاضر البسيط كعمل روتيني متكرر. She read a novel every month. She، أعيد المثال لو سمحتي. She did. She read a novel every month. She did a novel every month. She read a novel. بدون إيش؟ لا إلى إيش هي إيه؟ تماماً. تماماً، إذا she reads a novel every month، ممتاز. إذا هي تقرأ a novel، رواية، every month، كل شهر. إذا مثال رائع، ممتاز. إذا أحمد، لو سمحت مثال على حقيقة علمية أو حقيقة عامة. أستاذ، baby creates effort gets. أعيد المثال لو سمحت أحمد. They baby grass if it's gets hungry. إذن the baby cries if he gets hungry. هنا يبكي الطفل إذا جاع، إذا شعر بالجوع. إذن هنا مثالك يا أحمد عن عمل اعتيادي. إذا فعلا أنه شيء اعتيادي أن يبكي الطفل الصغير إذا شعر بالجوع، إذا هو عمل اعتيادي وليس حقيقة علمية. عائشة، بدنا مثال على حقيقة علمية. The moon goes around the sun. The moon goes around the sun. إذا يدور القمر حول الشمس، إذا مثال صحيح. إذا نستنتج بأن صيغة من هذه الأمثلة، صيغة زمن الحاضر البسيط، تتألف من إذا subject، فاعل، زائد verb one أو verb one مضاف له إيش. طبعا الverb one عندما يكون الفاعل I, you, we, they، والverb one مضاف له إيش عندما يكون الفاعل he أو she أو it.